والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بداية أود أن أشكر جزيل الشكر منتدى تراث فاس في شخص السيد الرئيس والسيد الكاتب العام على إتاحة هذه الفرصة للتواصل مع باقي الفاعلين والمهتمين. قبل أن نبدأ في هذا العرض الذي سيوضح مشروع الجمعية وربعة أنشطتها الميدانية، يلي شريط فيديو قصير يوضح رصدنا لحالة التراث بالصورة، ثم يرصد الجهود الأولى لولوج ميدان التراث. إذا قبل ذلك أجد من الضرورة أن أشكر إخواني وأخواتي في المشروع الذين يمثلون الجمعية: الأستاذ حسن مصطفي المرشد السياحي المتمرس، الأستاذة نادية تشيش العنصر النسوي الكفر، الأستاذ محمد بن نوني الشاب النشط في ميدان التراث، الأستاذ عبد الرحيم التحماني الباحث الشاب والمجتهد، وأخيرا وليس آخرا الأستاذ أنس البقالي الإطار المجدد داخل الجمعية. والشكر موصول إلى كافة الأعضاء والمتعاطفين على الجمعية. إذا عرضي سيكون عبارة عن عرض كما ترون باوربوينت، في الأول يليه شريط فيديو. بالنسبة لحركة العرض كما ترون هناك تقديم الساعة الأولى بد منه، ثم تليه أهم مشاريع وتحديات ازدهار التراث، ويليه العنصر الثاني وهو الجمعية المغربية من خلال مشروعها. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لابد من الشكر وقد شكرنا. ماذا عسني أقول عن كنز زاخر التراث؟ عن كنز زاخر من التراث المعماري النادر لمدينة فاس أم الحواضر. إنه بحر لا شاطئ له، وكيان إنساني يمتد في الزمان والمكان. غير أنني سأغتنم هذه المشاركة لأعرض عليكم مجرد لقطات من تراث فاس المعماري على وجه الخصوص، حسب تناول الجمعية في مشروع تقريرها عن حالة التراث من نبض الواقع الشائع. وحتى لا نبقى نلعن الظلام فحسب، فإن الجمعية تأتي بناء على مشروع واعد يعالج ما تم رصده مما يواجهه التراث من تحديات جسيمة ضمن تحدياته الأخرى، إنه القصور في ثقافة التراث والتربية الصحيحة لاحترامه وحفظه. في هذا الإطار تأتي الجمعية لتنشأ بالأساس على ذلكم المشروع الذي شكل نواتها الأولى، إنه مشروع التربية على التراث وتقريب التراث من المواطنين، إيماناً من الجمعية بجدوى العمل بالمشاريع والأثر على الميدان بدل الاكتفاء بتسطير الأفكار وتدبيج الأهداف التي مهما بلغ سقف طموحها فإنها تبقى حبرا على قانون أساسي. إنه يا سادة زمن العمل بالمشاريع الميدانية، زمن الحركات الثقافية والاجتماعية، زمن الخطط الهيكلية لتوجيه العمل المتكامل، وأساس الأمر كله التربية التي هي الأساس لصنع الاختيارات الصائبة، القناعات الصحيحة، الأفكار البناءة، المشاعر النبيلة المفعمة للروح المواطنة، السعي لخير الوطن باستثمار كل خصوصياته وإمكانياته الذاتية، ومن ذلكم تراثنا الزاخر. يبقى أن نذكر بكون دور المجتمع المدني قد ارتقى به الدستور إلى قوة اقتراحية يمكنها توجيه الاختيارات الكبرى للبلاد. وعليه وجب علينا كمجتمع مدني تحمل مسؤولياتنا التاريخية إزاء هذا الموضوع وممارسة ما خوله لنا الدستور للمساهمة في إعداد مشاريع واقتراحات جادة وعميقة لمقاربة وحل مشاكل التراث. التراث المعماري بفاس الواقع والتحديات. من أهم المشاكل والتحديات التي رصدناها في الجمعية هناك المشكل القانوني والعقاري، مشكل غياب ثقافة التراث والتربية على الحفاظ عليه، ثم المشكل الحكمات والإداري. بالنسبة للمشكل القانوني والعقاري هذه بعض المعطيات وفق معطيات من جهات معتمدة.
مشكل مطروح بحدة. فروض هي العقارية للدور بالمدينة العتيقة شديدة التعقل أو التعقيد، خاصة في ظل غياب قانون واضح خاص بالتعاطي مع التراث المبني إلى الآن، ويتضح ذلك من خلال ما يلي: معطيات عقارية تشير أن الملك يشكل 48%، الملكية المشتركة 37%، الأحفاد 10% وأخرى 7%. من خصائص الظاهرة أنها متشعبة. أما طبيعة الاستغلال فهناك 40% من الطول مهددة بالانهيار توجد في وضعية ملكية مشتركة، 70 من تلك الطول، 70% من تلك الطول مكتملة. ومن المشاكل المترتبة عن هذه الوضعية القانونية نذكر: تشتيت الملكية، علاقة المالك بالمشتري، خصوصيات النسيج العتيق وقابليته للتقسيم، عدم القيام بالإصلاحات اللازمة في حينها. وقد حدد الوزير المالي بالقطاع، أي قطاع السكن والتعمير، الصعوبات التي تعترض القضاء على مشكل الدور الأيل للسقوط في مجموعة من العوامل، منها الوضعية العقارية لأغلب الطرق، وضعية وصفها الوزير بغير صافية، وذلك في إشارة منهم إلى المشاكل المرتبطة بتحديد الملكية. كذلك الوضع القانوني الذي يعكس صعوبة التدخل من لدى السلطات لتنفيذ حالة الإفراط، إلى جانب غياب التتبع للأسر المتضررة، إضافة إلى اعتراف الوزير بأن عدد الأسر التي تتم تسوية وضعيتها يظل غير كافي. هذا هو الشريط الفيديو الذي سنراه فيما بعد. في الأخير، المشكل الحكامات الإداري يمكن ما يمكن أن نسجل بصدده كمجتمع مدني متخصص متابع لشأن التراث المغرب عموما والنفاس على وجه الخصوص، هو غياب استراتيجية قطاعية متكاملة لتسيير شأن التراث. فهناك حسب اتصالاتنا في إعداد التقرير، هناك وصول كبير للقطاع الوصي بشكل مباشر للتراث وهو وزارة الثقافة، لا من حيث القدرات المالية واللوجستيكية ولا من حيث الموارد البشرية عن تنظيم هذا القطاع الكبير. ضيق أفق المقاربة النموية للتراث وحصرها في الترويج السياحي في إطار ما أسمته الباحثة الاقتصادية نعيمة لبيد التجمعات بفلكلورة التراث فولكلوريزاسيون دو باتريمون، بينما روافد التراث وقدر القطاعات الممكن تنميتها به عديدة ومتنوعة، وهذا ناتج عن الافتقار إلى الرؤية التنموية الشاملة والمشروع التراثي المتكامل. الجمعية المغربية للتراث والتنمية في البدء كان مشروع تقريب التراث من المواطنين تحت شعار تراثنا هويتنا بيئتنا مستقبلنا. عفوا، يعني هناك يبدو أن الحاسوب يريد أن صبصحوا بش نحن عفوا طبعا مقفورة إذا مشروعنا مشروع علمي ثقافي يستهدف تعريف كافة شرائح المجتمع ومقدمتهم التلاميذ والطلبة ابتدائي إعدادي ثانوي جامعي والمجتمع المدني وكافة الفاعلين والمواطنين بمختلف أشكال وأنواع التراث وضرورة الوعي بمدى غناه وأهميته في التنمية الإنسانية المندمجة. وسوف يحاول المشروع تحقيق هذه الرؤية من خلال لقاءات تواصلية مع التلاميذ على شكل عروض تفاعلية وورشات، ندوات ولقاءات علمية، مسابقات ثقافية في التراث، العمل على حماية التراث وجعله قضية وطنية ورافعة حقيقية للتنمية الإنسانية المندمجة، زيارات وخرجات ميدانية لمعايشة التراث، وذلك في حلة غير تقليدية، ليس فقط للترفيه، ولكن بهدف إحياء مفهوم التراث في نفس المتبقي. تنظيم زيارات التراث المبني إضافة إلى الاطلاع على التراث الفكري في الخزانات. التولية بأهمية التراث اللامادي والثقافي. إنشاء علاقات وشراكات مع الأجهزة المحلية والمنظمات الدولية لدعم المشاريع في مجال التراث. إنشاء جمعية التراث والتنمية بفاس وهو الذي حققناه الحمد لله. سيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال ربط الاتصال الأولي مع مؤسسة التعليم إلى الثانوي الإعدادي. إضافة إلى عمل شراكات مع الجمعيات المهتمة بالطفولة والشباب قصد التعاون في تكثير النشر في هذا الخصوص. إعداد مادة علمية مركزة ومبسطة بجانب إبداعي واضح. حقا هذا ما يعوز يعني نظام تعليمي عموما. لدراسة معاني التراث بمختلف أشكاله وذلك عن طريق فقرات مقتضبة صور وفيديوهات تفاعلية. تنظيم زيارات ميدانية غير تقليدية لمواقع التراث وذلك لفائدة على سبيل المثال 25 مستفيدا مثلا. كل هذا من أجل وعي بالتراث وأهميته وذلك في اتجاه تهذيب ثقافة التراث. كيفية تقييم المحافظة على التراث؟ كيفية المساهمة في جعل التراث رافعة للتنمية؟ وتبقى فكرة المشروع قابلة للنقاش والتحسين في اتجاه جمع المزيد من المهتمين حول هذه القضية البالغة الأهمية. فالذي نرجوه أن نحرك هذه الأفكار، أن تحرك هذه الأفكار الهمم العالية وتشحذ المزيد من الأفكار الإيجابية البناءة في اتجاه الانخراط في تنفيذ هذا المشروع.
إذا لم قد أنبع رسالة جمعية ومشروعها في الصور. هذا كان لقاء يعني تعريفي لفائدة اليافعين والأطفال بالتراث. هناك كما ترون متابعة من جيل مستقبل الحصة التعريفية للتراث. نقل خبرة ميدانية أمانة تؤديها الجمعية بسخاء. شراكاتنا الاستراتيجية من المجتمع المدني فائق والجاد. هذه صور. النشاط الثاني تشبع بالتراث من معينه وفكرته. هذه خرجة استكشافية وترفيهية للمدينة لفئة اليافعين والأطفال. غرس قيم التراث من عمق المدينة العتيقة. عفوا. كلمة هنا كلمة من أجل التراث ونسيه. شروحات تخط مستقبل التراث. مسيرة أطفال وشباب من أجل ترسيخ ثقافة التراث. وكان لنا صيت في ساحة النجارين أيضا. شروحات وافية حول وظيفة المتحف من داخل متحف النجارين. فضاء النجارين المهيب والكل في انتباه. وهنا صورة مع المستقبل إنهم الأطفال واليافعين. تفاعل دائم مع أسئلة النشر وحبهم للاستطلاع في مجال التراث. إنه دور حراك ثقافي شبابي في قلب المدينة من أجل تنشيط أمثل للحياة الاجتماعية والاقتصادية لفضاء المدينة العتيقة. وهنا جميعا من أجل حفظ التراث وتكميله. في إطار أشطر جهوية للجمعية باعتبارها جمعية وطنية قدمت سيارة إلى مدينة الهليل لاكتشاف تراثها الأركيولوجي. وهنا حديث حول التراث الأركيولوجي لهبوط الهليل من أمام إحدى. أخيرا وابتداء نرجو أن نكون وفقنا في ملامسة المشكل في عمقه. التراث ورش وطني ومحلي مفتوح يتوجب العمل عليه بمشروع عملي بحب واحترام وعناية. وذلك من قبل المواطن البسيط والطالب الباحث والمسؤول الملزم. ذلك المشروع الكبير والمتكامل أساسه التربية وإشاعة الثقافة القويمة للتعامل بتقدير مع التراث. التراث ورش كبير ينتظرنا فلنعمل عليه جميعا بمشروع كبير يبتدئ بالأساس. دورنا الحقيقي. نؤمن في جمعيتنا أن دورنا الحقيقي في إنقاذ التراث وتنميته والتنمية به ليس في الحصول بالضرورة على تمويل مشروع لتنظيم معلمة، فتلك مهمة الدولة وأجهزتها والمنظمات الدولية المعنية وتعهداتها. بل دورنا الحقيقي والأكبر هو في تربية النشأ على احترام وتقدير التراث، الإيمان بأهميته في التنمية المتكاملة باعتباره منطلقا للنهضة الشاملة. إنها ليست مجرد شعار، إنها البداية الصحيحة للنهضة. إنه الاستثمار الأمثل للإمكانات الذاتية والخصوصيات الحضارية. إننا في الجمعية المغربية للتراث والتنمية نرمم العقليات ونبني الأفكار قبل ترميم الدور والأسوار. وشكرا. هناك يعني أرجو أن يكون قد تلقى شيء من الوقت.